ارتفعت الانعكاسات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في المغرب والعالم، غير أنها انعشت في الوقت نفسه بعض المهن. فبالإضافة إلى الإقبال غير المسبوق على اقتناء المواد الغذائية والخضر والفواكه، وكذلك مواد التنظيف والتعقيم بسبب كثرة استعمالها في فترة الحجر الصحي التي ستستمر لحوالي شهر كامل، وبينما توقفت عجلة الاقتصاد ما أدى إلى التوقف المباشر لمهن وحرف كثيرة، ارتفع الإقبال على مهن أخرى وزادت نسبة الطلب عليها. روبورتاج في الموضوع لكريم أمزيان، فاطمة الزهراء دورات وأشرف شقيري. قبل فرض حالة الطوارئ الصحية بأيام قليلة، ومع الرفع حينها من الاحترازات تأهبا وخشية انتشار عدوى كورونا، ازداد الطلب على بعض المهن، وظهرت أنشطة منها خروج شبان كانوا بائعين جائلين لبيع القفازات الطبية والكمامات. هؤلاء يقتنونها من الصيدليات، ثم كانوا يعيدون بيعها بالتقسيط كبديل عن الحرف التي كانوا يزاولونها من قبل وصول كورونا إلى المغرب. احنا بحال اللي قلتي دايرين بادره مع الناس، يعني الناس كيمشيو تيقلبوا على هاد لي برودوي هادو ماشي يلقاوهمش. هاد الناس داروا لهاد الشيء احتكار. حنايا فهمتي كنبيعو مع الدرويش بثمن زوين، جوج دراهم يعني ليكوم جوج دراهم، ميديكال بجوج دراهم، وكمامه دايره 10 دراهم. كتعاون، هادي التعاون مع المواطنين، هادي الاولى. ثاني حاجه البنادم اللي ما خدامش عنده واحد الصالير فيكس، فهمت، راه ما يمكنش غادي يبقى جالس في الدار، خص ضروري يخرج يديباني راسه باش باكل. وبإعلان إغلاق جميع المطاعم والمقاهي باستثناء تلك التي تقدم خدمات التوصيل، أصبح بعض الشبان يقومون بهذه المهام فضلا عن عرض آخرين خدمات توصيلهم السلع والمواد الغذائية إلى بيوت الأسر غير القادرة على الخروج، وكلها مبادرات ظهرت إلى العلن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية. تنشريو هاد الباكية، هادي الباكية خديناها من لافارماسي، تناخدوها ب 70 درهم تنبيعوها بجوج درهم، يعني جوج بجوج درهم تتقام تربحوا هذيك 30 درهم في الباكية. يلاه تتبيع جوج باكيات ولا باكية ونص تربح هذيك 40 درهم 50 درهم، حيت ما كاينش البديل، فهمتي، ولا كلشي الحوان سادة، انت واحد تنبيع وشرا حتى هو ناقص شوية. دابا تنبيع الليكات وتنبيع هاد البافيت ديال وقعونا مع هذا المرض هذا. الطلب ازداد على مهن الطب والتمريض وتصنيع أجهزة مراقبة الحرارة، ناهيك عن الحاجة إلى مهن الطب النفسي ومراكز الاتصالات، وأيضا مبادرات تقدم خدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منها التدريس عن بعد، فضلا عن إطلاق كلية علوم التربية خدمة الدعم النفسي والاستشارة حول جائحة كورونا بشكل تطوعي من طرف أساتذة علم النفس.